طوبش آخر، وهذا يمكنه التحرك. Thank you.
الماضي قد اضطروا لقتال مئات الآلاف دفعة واحدة. شكرا لك دكتور سابق، فلتجلسي. أستشكرها بعد الذي قالت؟ أيها اللواء، لقد أوضحت الدكتور سابق الموقف ومنحتنا خيارا يجدر بنا جميعا. شكرا. إن هذا علي رباح. علينا أن نتسرع في هذا النقاش. لن يكون هنالك أي نقاش. لقد رأيت الأعداد، سيدفع فارو الثمن، لكن ما له لن يشتري الوقت الكافي لإكمال الفجر الجديد. هذا الوقت لا تشتريه سوى الدماء. بربك، إن رقينا أسطولنا واخترقنا نظامه بطاقة. ألم تكن تنصت؟ لن تقاتل الروبوتات عنك هذه المرة. بوجود الاختراق فإن هذا السرب الفاسد هو الأفضل. أي شيء توجهه إليه فسيسيطر عليه فورا. لكن هكذا نرمي بالمدنيين ليلقوا حتفهم. أيها القادة، العدو يجدد نفسه بسرعة أكبر من أن نقتله، وتناول الأحياء هو وقوده. إن البزوغ هو كل ما لدينا. إذن سوف نضع سلاحا في يد كل مدني قادر على حمله ونريهم الزناد ونوجههم للأمام. كيف نقنعهم بهذا؟ بإعطائهم شيئا يقاتلون لأجله، البزوغ. برنامج أسلحة الدمار الشامل السري سينقذنا. طالما تردع البشرية السرب لتوفير الوقت لدكتور سابق وفريقها لينهوه. الملف المرسل فيه خطة حرب لعملية النصر الحاسم. خطة حرب؟ هذه جريمة حرب. قد يكون قويها لكنه أمل. فكر في البديل. دكتور سابق، أنا أمنت لك قاعدة إطلاق خارج برايس في يوتاه لتكون مركز إطلاق البزوغ. ثمة مساحة، متى ستبدأين؟ إليك قائمة بالمرشحين والبدلاء، معظمهم من جنسيات أخرى أو من شركات، لذا فالإتيان بهم. دعي هذا لي، ستحصلين على فريق، تأكدي. سأغادر. قاعدة إطلاق مدارية، ما هذا؟ ماذا فعل هؤلاء الناس؟ ماذا فعلت إليزابيث؟ جيد أنك فرغت المكان، سأجد قاعدة الإطلاق المدارية التي ذكروها. رجعت بياناتي وحددت مكان القاعدة، وهو خبر جيد. والسيئة؟ إنها تحت القلعة مباشرة، القصر في سانفول، عاصمة كارج الظل. هذا ليس منطقيا. إن القصر يعج بعملاء الكسوف، بعضهم من السلطة وكلهم يرتدي مصاليط. سيراك حادث عندما يرونك، سيحرر أمر قتل آخر، وهذه المرة كل رجال كارج الظل سيتعاقبونك. إذن فلتعطل مصاليطه، فعلت ذلك قبلا. الأمر معقد، توجد مصاليط كثيرة كلها متصلة ببعضها وبحادث في شبكة كاملة. شبكة؟ ما هذا؟
تخيلي شبكة عنكبوت كبيرة ممتدة حول الأرض تصل المصاليط ببعضها وتسمح لها بالتواصل من مسافات بعيدة بسرعة. حسناً، إذن أهناك طريقة لقطع تلك الشبكة؟ تعطيل الشبكة، تهور. أجل، ثمة طريقة، نقطة ضعف في الشبكة. أرشدني. سأرسل الموقع إلى مصلاتك، اذهبي وعندما تقتربين سأعطيك توجيهات أدق. ماذا كان البزوم؟ أي نوع من الأسلحة صنعت إليزابيث؟ لقد أوقفت الروبوتات، لكن ليس قبل انتهاء عالمها، حضارتها. فلنأمل ألا يتق. والآن ترى كيف سأنزل من هنا. ستكون ركوبة ممتعة. سأكرر الأمر، لو لم يكن الصعود إلى أعلى متعبا لهذه الدرجة. كان ذلك كل ما أستطيع فعله لحماية عقل. ستندمين على عدم توقف. سلع جيدة مقابلة. كيف يمكننا إيقاف ذلك من أن يحدث ثانية؟ تحياتي يا إيلوي، أعرف باسم مارادي البريء. تعالي معي، نحتاجك في استشارة مهمة. ماذا تعني؟ أين إيرند؟ بالداخل مع ملك الشمس، حيث يجب أن نكون دون أي تأخير. رجاء اتبعيني. الناس هنا لرؤية ملك الشمس؟ أجل، كل منهم أتى ليطلب منه معروفاً. أمر مزعج، لكنها السياسة. ملك الشمس يريد رؤيتك، مروضة الروبوتات ذات دقة الملاحظة. هذا مثير للاهتمام.
لست هنا لأثير اهتمامك. فات الأوان. أولا يحظى العاصران بمعاملة خاصة، والآن الغرباء من الشرق المجيد. علم اهتمام من الشمس بها يا ترى؟ تتخطاني من رأة غريبة؟ منذ مقبول. هنا منذ ساعتين هذه النورة تأتي وتتقدم صوتي. تجاهليهم، النبلاء مثل الأطفال الذين يبكون أن لم يحصلوا على طبق الحلوى. كيف يبدو ملك الشمس؟ الشيء المهم هو ما ليس عليه، والده. ستجدينه رجلا عقلانيا. إيلوي من مورا، تلك التي ترى ما لا يرى. مرحبا، لقد أزديتني معروفا عظيما. إيرند، أخبرها بالأمر. تفقدت مقبرة إيرسا، كنت محقة يا إيلوي. لا ندبة أسفل ركبتها اليمنى، أصبت إيرسا بها في طفولتنا أثناء قتالنا على سيف اللعبة. إن لم يكن الجسد لإيرسا فسأفترض أنها لا تزال حية، وأنا لن أتخلى عنها. نعلم فقط أنها اختطفت، لا من اختطفها. يمكنني المساعدة في هذا. لدى إيرسا عدو من أوزيرام، قائد حرب يدعى ديرفال. مستحيل، كل عشائر الكلين تتصيده منذ التحرير، يجب أن يكون ميتا. لا أوزيرام آخر لديه الدافع والبراعة ليجذب إيرسا إلى هذا الفخ. أتوقع إيجاده في مكان ما قرب الحدود. أرسلت عميلا ليتحرى عن الأمر، سيكون بانتظار أمر منا في السوق في بيتش كليف. لن أدفع بقوات إلى الحدود دون استفزاز الأوزيرام. أستطيع إرسال القليل من رجالي فانغارد، وربما أيضا نورة موهوبة. إيرند، مراد، دعاني أناقشها وحدنا. أكره التطفل عليك بعد كل ما فعلته، لكنه أمر هام بالنسبة لي. القتلة من هاجموا نورا، اكتشفت أنهم فصيل من كرج الظل يدعون الكسوف، ينقبون عن أسلحة، عن روبوتات تتحكم بالروبوتات الأخرى، يريدون استخدامها لضرب ميريديان. كلامك يؤكد التقارير التي وصلتني من مراد. فصيل متمرد من كرج الظل، وروبوتات مفسدة تعج الأرض. أتعرفين متى سيهاجمون؟ لست متأكدة من هذا. سنفعل ما في وسعنا كي نستعد، لكن حاليا فإن إيرسا هي أولوياتي. ساعديني في إيجادها. أنا أريد أن أسألك عن الساندوم وسياساتها. بكل سبل. يا له من مكان هذا، تتمكن من رؤية الصغار تحت الهضبة. لا يعجبك؟ حسنا، لدي سر لك ولا أنا. علينا أن نكون صبورين، فالتغيير لن يحدث في غضون ليلة. لكن هل سيحدث ورجال يعيشون في قصور؟ قد يحدث في النهاية، إن ساعدني أمثالك في تحقيقه. تبدو سياساتك معقدة للغاية. الأوسيرام أصدقاؤك وأعداؤك أيضا؟ ما كنت لأحرر أمريديان دون مساعدة إيرسا وقطاع الطرق من أوزيرام. استقر العديد منهم هنا، لكن أعضاء إلدورمان من أوزيرام في الكليم شعروا بالغيرة من نجاحهم، والكثير من نبلاء كرجة. إنه وضع متقلب، خاصة أن والدي أغار على أوزيرام لسنوات. لإرسى دور في السلام بإرساء قواعد المصلحة المشتركة، لكن البعض كديرفل يبون التخلي عن شرورهم. يقولون إنك إله شمس قتل والده ليوحد القبائل في تناغم، هذا صحيح؟ يقالب وسعك رؤية الخفي وإطلاق السهام بسرعة 50 وترويض الروبوتات. كم جزءاً من هذا صحيح؟ إنها ليست مبالغة. حسناً، أود التوحيد بين القبائل في تناغم، لكنك رأيت كم ساعٍ لدي علي التعامل معه أولاً، ربما لاحقاً. ماذا قد تخبرني به عن كرج الظل؟ ما علاقتهم بإيرسا؟ إنهم بقايا نظام والدي، يتحصنون في حصن سانفول في الغرب. مثله لا يهتمون سوى بالهيمنة،
ويسعون لاكتساب طاقة الشمس بسفك الدماء باسمها. مذ ساعدتني إرسا في سلبهم المدينة وهم كباش فداء، وقد عرف ديرفال هذا وخطط بعناية. من يكون ديرفال بالضبط؟ لتفهمي ديرفال عليك أولا فهم والدي. لقد اعتقد فعلا أنه إله الشمس، كان عقله مريضا، لقد اعتقد أن قرابين الدم ستحل حسنا كل شيء، فغزا القبائل الأخرى لأجل قرابين خاصة الأوزيرام. قاوم ديرفال، لقد صنع أسلحة قوية وقاد شعبه، وقد كان رد والدي عليه قاسيا جدا. أسر زوجة ديرفال وابنته وقدمهما قربانا. يبدو أن إرسا تعني الكثير لك. بدون فانغارد أوزيرام الخاص بها لما تمكنت من تحرير ميريديان وإنهاء حكم والدي الوحشي، ومنذ ذلك الحين وأنا أواجه صعوبة في حفظ السلام بين قبائلنا. لإرسا طريقة في جعل الناس يرون المنطق، تفهمين حاجتي إليها بجانبه سريعا. ولما يتكبد ديرفال كل هذا العناء لخطف إرسا؟ شعر بأنها خانته، لقد قاتلت إلى جانبه حتى أدركت أنه يخطط لتدمير ميريديان وذبح شعبها. بعدها جاءتني ومعا أوقفناه وحررنا المدينة من براثن والدي. ديرفال حاول الانتقام، وفي الغالب كان انتقامه منصبا على بقية الأوزيرام الذين قتلوا معنا. لقد كثر أعداؤه، ظننتنا انتهينا منه، كنت مخطئا. علي الذهاب. أعلم. حسنا، ليس للملك أن يستجدي أبدا، لكن أرجوك ساعديني لأجد إرسا. من يقول هذا؟ مراد مثلا. اسأليه أو إيرند إن كان لديك أسئلة أخرى. وجدت واحداً.
هدوء هدوء. هذه هي تتكلف. عميل مراد يجب أن يكون في السوق الآن. إنها لمعجزة أننا نجونا. لا أثر لرجل مراد، حظي بوقت كاف للتحقيق. علينا البحث عنه. أنت محق. لم نستحق هذا. المزيد من الآثار، أعتقد أن أحدهم تبع من نتبعه. يبدو هذا لابد أنه رجل مراد. لابد أن عصبة ديفال أجبروها. ربما قد وجد شيئا. انظر لهذا، أظنه رسم خريطة بدمائه. أجل، تلك هي الخرائط التي علينا اتباعها. قد تكون بيتشكليف أشار لمنطقة بالشمال، ربما هذا موقع ديرفال. رجالي ينتظرون خارج البلدة، سألقاك بهم هناك.
المذبح. يجب أن أترك شيئا ما. يبدو أنها مقيدة. إن درفال مصلح، على الأغلب يجري التجارب عليها أو يفككها للحصول على قطع. سأستخدمها لإشاعة بعض الفوضى. سأدخل أولا، أبقى حتى يبدأ القتال. حسنا، إننا ندعمك. صوّدوا.
من هنا. يجب أن أجد طريقة لتجاوز المزيد من الروبوتات. يقول درفال كل التراب.
سأطلعه بهذا الحقيبة. لابد أن إرسى بالداخل، علينا العبور. يستخدمون تلك للحماية من ذلك الصوت المريع. إيرين، درفال حاول كسر شوكتي، إنه يريني ما يعرفه. كان علي مساندتك، لما لم تطلبيني؟ أعلم أني ثمن عديم الفائدة. لا أيها الأحمق، وردتني رسالة من درفال يقول إنه يريد التفاوض. لم أطلب عونك لأني علمت أنه فخ، ولن أسمح بأذيتك. لم أظنه سيكون فخا جيدا، أعتقدت سأقضي عليه. أنصت الآن. درفال يخطط لأمر كبير في ميريديان. قال إنه سيجبر آفاد على مشاهدة شمسهم الثمينة وهي تنطفئ. ملكك يحتاجك، لا مزيد من العبث. سيكون عليك أن تنضج سريعا. سأفعل، أعدك. يجدر بك ذلك يا أخي الصغير. إرسا، لا لا، أرجوك. لن أخ... إيرند، أنا آسفة. علينا إيجاد درفال، لكن ميريديان مكان كبير. أنا سأفحص أشياء لنضيق نطاق البحث. مجرد ملحوظات عن الصناعة، خطاب مدسوس بين الصفحات، الكثير من الوقود. ماذا تعلم درفال من عبثه؟ أريد المعرفة؟ تم تفكيك هذا الروبوت بعناية. أظنني وجدت شيئا قد يساعدنا، فلنعد إلى القصر. اذهبي، لن أتأخر، لكن علي الاعتناء بأختي.
أستطيع توفير المساحة. يا للخسارة، يا له من كابوس. حسناً، ماذا أردت مناقشته؟ أنت غريبة، وهو... لا، بعضها قد يكون خطراً. ربما تكونين صادفت ما أبحث عنه خلال أسفارك. هل وجدت أوعية غريبة منقوشاً عليها رموز القدامى؟ مكونة من اسطوانة جوفاء ومقبضين هلاليين على طرفين متقابلين. إن أتيتني بالأوعية في مجموعات رباعية سأقايدك بما لدي لقاءهم. لأي نوع من الطقوس صنعت الأوعية؟ أنا مقتنع بأنها استخدمت بالاقتران مع بعضها في مجموعات. يعتقد البعض أنها استخدمت لاحتفالات الشاي، والبعض يعتقد أنها حوت روائح وزيوتا مقدسة، لكني أعتقد أنها كانت تستخدم في حلاقة لحية المرء، واحدة للماء وأخرى للصابون وما إلى ذلك. كل سائل في وعائه الخاص، وتستخدم على الوجه بشكل مهيب في كل مرحلة من الطقس. لابد من أنه خاطف للأنفاس. أي وعاء أستخدم لماذا؟ علي أن أعرف، علي أن أستكمل بحثي. متأكد أن الناس لم يشربوا منها فحسب؟ يشربون من صنعات دقيقة كهذه؟ لا تكوني سخيفة. أنت مهتم بشؤون القدامى؟ أكثر من مهتم، أنا أدرس كل تحفة قديمة يمكن إيجادها، لكن سنوات الدراسة جعلتني مرتاحاً في الجلوس على مكتبي، لا يمكنني تحمل ضوء الشمس حتى. لا أعرف كيف أتخذ شريكة، أسرتي تضغط علي لأنجب. لا تنظر إلي. لا 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 أنظر إليك، لدى أبي بالفعل من يريد تزويجي لها، إنها لا تثير اهتمامي. أتمنى لو لدي أخ يحمل هذا العبء. أفضل أن أتفرغ لأوعيتي الثمينة. قايدي بسرعة، لدي عمل أنجزه. سأتركك للصيد، احرصي على التنقيب في الأطلال.
ربما مررت بأطلال قديمة في سفرك، فلنتحدث عنها. لابد أن هذا هو البرج، إنه ضخم.